British school. We create leaders. أنقذني أيها الفعل، أنقذني من حروف الجر، إن هدفي جر في جملة لأصبح مجرورا بعلامة جر، تلتصق بي ولا تفارقني. هدئ من روعك أيها الإسم، فالجميع يعرف أنك لفظ يدل على دال في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي، المضارع، الأمر. أنت الإنسان والكتاب، أنت السماء والشجر، الضمير البارز والمستتر. نعم، أنا المفرد والمثنى والجمع، أنا المرفوع طارة والمنصوب طارة أخرى، فكيف لا يفكر أن يجرني أحد؟ الحمد لله أن هذه الحروف لا تدخل علي أبدا ولا يمكن أن يجرني أحد، فأنا لا أصلح لها. من أنتم؟ نحن حروف الجر، أحد أنواع الحروف التي تستخدم لربط الجمل والكلمات وتختص بالأسماء فقط. وهل هناك حروف أخرى؟ نعم أيها الفاعل، فهناك حروف النصب وحروف العطف وحروف. مهلا، الآن ماذا تريدون منا أيتها الحروف الصغيرة؟ نريد أن ندخل على الاسم. وماذا تريدون مني أيتها الحروف الصغيرة؟ نريد أن تكمل معنى الجملة لنصبح معا في جملة جميلة مترابطة ومفهومة. أهلا أيها الاسم، إن قبعتك جميلة، هل اشتريتها من السوق؟ نعم اشتريتها من السوق، من سوق اللغة العربية. تخيل لو سألتك بدون حرف الجر من؟ نعم لقد دخل حرف الجر من ليجعل مني جملة مفيدة. أرأيت كيف أصبحت الجملة مترابطة وأصبح الاسم واضحا بعد الاسم اسما مجرورا حرف الجر؟ لقد كسرتم رجلي. لماذا كسرتم رجلك؟ إن عملنا الوحيد وهو جر الأسماء. الآن فهمت إن الجر من عمل الحروف. British school. We create leaders.